الطير ما يحتاج جرشاهين ما اسمه هذا مبيتين عندي ثلاث ايام عندي انا في الحجره الخاصه شو مسمي الطير ما تغمض عيني الا قبل عينه نعم شو مسمي الطير زيزو زيزو نعم زيزو نعم زيزو وليش سميته زيزو زيزو دائما دائما طال عمرك من الاوائل دائما من الاوائل متفائل فيها الاسم زين والحين متفائلين فيك انك تقدم شيء ان شاء الله مثل كيف مثل بدي اشوف تقدم اداء يعني تقدم معلوم أداء. معلوم انا جاي عشان شو عشان اقدم ها عشان ابطال ابطال وياك ها ابطال وياك ما عليه ها؟ اللي كاتبه رب العالمين ان شاء الله بصير حفزان نعم ها؟ ها لا فعليك طال عمرك انا اقول لك يلا صاحب طير انا بعد اي مخاوي الطيور انا مخاوي الطيور نعم نشوف يلا بسم الله بسم الله تعال مني الكاميرا نشوف يلا وياك عطنا تفاصيل يوم تهد وخبرنا التعليمات والتوجيهات التعليمات طال عمرك من يروح الطير زين انت اشتغلوا يلا شو تسوي هاي شو يعني ما الطير كيف طار برقع هذا كيف تجي انت والله العظيم لعوزتونا هاي ثاني طير حرام عليكم الحق الطير الحق والله حرام عليكم لا لا بحل بي خلى تعال 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 انت حرام تدخل السناح والله لا لا بالعكس والله لي واقسم بالله ان لي شوف بي لعوزتونا يا جماعه والله انكم لعوزتونا تعال الله يرحمك تعال شوف بالبرقع طار كيف طار بالبرقع هذا كيف بالبرقع لا قابضنا كيف شو الشغلة هذا خلاص منيبة إن شاء الله نادى زيزو 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 يا زيزو تعال هنا